السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحد مقاهي مدينة الطرب في ثاني أيام العيد الفطر السعيد. كما تشاهدين أجواء عادية، الناس مسافرين، كاين اللي مشى للبادية، كاين اللي مشى لمدينة أخرى. المهم أجواء عادية بمدينة الدار البيضاء بالضبط، حي الولفة بمدينة الدار البيضاء شارع هو الدرعة. هذا الفيديو غتلقاه إن شاء الله في القناة ديال اليوتيوب ديال هشام بن عدي، كاين صحاب الدراجات وبعض السيارات في هذا الشارع. مباشرة من أحد المقاهي هنا